صاحبي المباراه كما المباراه كانت جميله في الاهداف. احنا درسنا للخصم واحد الدراسه جيده، عرفنا ان في الملعب كبير يعني كاين هناك مساحات، استغلنا المساحات، دخلنا لهم لعب اسرع، يعني غير التشكيله بواحد ربعه لاعبين ودخلت لاعب واحد وسط الميدان اللي كيدير داك لا غولونس لي باس لونغ ديغيغ لو دو، لذلك ما شتي مشينا للهجوم ضيعنا. الحمد لله سجلنا، ورغم سجلنا ما رجعناش للوراء، بقينا كنلاعبين وممكن نسجلوا الرابع والخامس. الحمد لله يعني انا راضي على اللاعبين لانهم قدموا مستوى جيد، لا سيما واحد 80 دقيقة. بطبيعة الحال كانت واحد ردة الفعل من بعد ضربة جزاء اللي كانت بان لي انا ما يمكن فيها شك الفريق وجدي غتكون عند ردة الفعل لانه ما سجلش الهدف حيا، بدا كيلعب كرات طويلة فقط، هذوك الكرات الطويلة ما دارش لنا خطورة وسجلنا الهدف الرابع. يعني بالنسبة لي انا فوز مستحق الحمد لله على هذا الانتصار، وكنشكر اللاعبين اللي قدموا مباراة كبيرة رغم ان لعبنا مباراة كبيرة مع بركان يوم الاربعاء وكنا تاين نستحقوا فيها الفوز وهم ما فزناش بها بشهادة الخصم.